انا جايب لك النهاردة اهم موقع لمنشئ المحتوى، موقع هيساعدك جدا على زيادة في المشاهدات وزيادة في المشتركين وزيادة في الارباح. موقع هينقل قناتك المبتدئة الى قناة احترافية بنسبة 100%. منشئ المحتوى المبتدئ لو استخدم الموقع ده افضل استخدام، انا متأكد بنسبة 100% ان تحقيق الشروط مسألة وقت، لان شركة جوجل نفسها هي اللي هتديك البيانات اللي انت محتاجها علشان تبدأ تطور من قناتك. لازم تفهم ان من اهم عوامل التي تؤدي الى زيادة في المشاهدات وزيادة في المشتركين وزيادة في الارباح هو ان منشئ المحتوى يقدر يستهدف جمهور محدد. وعلشان تبدأ تستهدف جمهور محدد لازم تقدر تستهدف بكلماتك المفتاحية اللي موجودة في العنوان او في الوصف او في الكلمات المفتاحية او في الصورة المصغرة افضل استهداف علشان توصل للجمهور المستهدف. انا بصراحة زمان كنت بستخدم موقع جوجل بارد، ولكن النهاردة حصل طفرة في المحتوى، حصل طفرة في موقع جوجل بارد وانتقل من مكان الى مكان تاني خالص. من خلاله هتقدر تجيب كلماتك المفتاحية وهتقدر تجيب عناوينك وهتبدأ تجيب وصفك البحثي او المقترح وهتبدأ تجيب مقدماتك وافكارك وهتبدأ تنقل قناتك من مكان لمكان تاني خالص. ما تشيلش هم الافكار، ما تشيلش هم العناوين، ما تشيلش هم الوصف، ما تشيلش هم الكلمات المفتاحية، ما تشيلش هم الاستهداف، لان الموقع ده هو من شركة جوجل. ان اصلا اليوتيوب نفسه جزء لا يتجزأ من جوجل، يعني خدمة من خدمات جوجل، وجوجل نفسها بتديك نفس الموقع ده. هنكتب في شركة جوجل جوجل بارد وهنبدأ نبحث بجوجل بارد ونبدأ ندخل هنا. جوجل بارد اتحول 180 درجة بقى جي ميني. يا رب ما هذا، انه حقا موقع جميل يا سيدي، ما هذا الجمال. هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا لهذا الموقع اللي حرفيا جميل خطير. هيبدأ ينقلك من مكان لمكان تاني خالص. انا بقولك ما تشيلش هم اي حاجة بعد الموقع ده. وداعا للقنوات التعليمية، وداعا لكل حاجة ممكن تتخيلها، وداعا للمتوحد فكرة. انت لو قدرت تستخدم الموقع ده صح انسى اي مرجع ليك، لان ده هيكون المرجع اللي قبل المرجع الاول لمنشئ المحتوى على اليوتيوب. اللي قبلي للأسف الشديد المتوحد فكرة سيصبح فكرة، وان اليوتيوب بيعمله الفترة اللي جاية انه هيبدأ يهتم بالعناوين والكلمات المفتاحية والوصف وكلامك داخل الفيديو. فانت كمنشئ محتوى محتاج منك انك تهتم بالاجزاء دي، وحنبدأ نهتم بيها مع بعض دلوقتي. انا بصراحة هعمل مع حضرتك تجربة جديدة. التجربة دي لان انا ايميل جديد زيك، مش هجيب لك ايميل قديم كان جوجل برضه وتحول. اي حد عنده ايميل قديم جوجل برضه يستخدمه زي ما هو، التحديث بدأ يظهر. ما عندكش جوجل برضه، ابدأ اكتب جوجل برضه على جوجل هيبدأ يدخلك، واعمل تجربة وابدأ انزل معايا تحت كده. بص دي البقرة دي او التاتش بتاعك عادي زي ما انت عايز، وبعد كده اعمل اوافق. بعد لما تعمل اوافق اعمل السماح واعمل متابعة علشان يجيلك اي تحديثات. كده احنا خلاص عملنا الحساب بتاعنا، مش محتاج من حضرتك حاجة. اللي محتاجه بقى ان حضرتك تبحث بالشكل ده اللي انا حاسبه لك ان شاء الله في الوصف. ولنفترض ان انا عاوز عناوين مقترحة لفيديو على اليوتيوب المصري، عدد هاشتاجات ووصف بحثي وكلمات دلالية وهاشتاجات لنفس الفيديو، وعملنا بحث. بص بقى الجمال اللي هيجيلك، بص الطعام اقسم بالله، بص الجمال ده، ايه ده بجد، ايه الجمال ده، ايه الحلاوه دي اقسم بالله. بص قال لك ايه، خد بقى ايه عنوان رئيسي، وكمان خد لك عناوين فرعيه، مش بس كده لا، خد لك وصف بحثي، وكمان هاخد لك شويه هاشتاجات وملاحظات ونصائح علشان تبدا تتم بيها. هتبدا تاخد اللي يناسبك وتحطه عندك في الوصف، هتبدا تختار من العناوين اللي انت عايزها وتحطها عندك في العنوان، هتبدا تختار من الكلمات الدلاليه اللي انت عايزها وتحطها. طب هل كده بس؟ لا، ده اليوتيوب بيديك ايه، او الشركه دي شركه جوجل بيديك ايه في الموقع الجميل ده؟ بيديك كمان ايه، مسوده تانية لو انت عايز مسوده تانية. الله الله، هو مسودة تالتة. بص بص بص، الله ايه الجمال ده اقسم بالله، وصف بحثي كلمات دلالية، ايه ده اقسم بالله، ايه الجمال ده اقسم بالله.
فهنا حضرتك مش محتاج انك تروح لمتوحد فكرة تبحث وتدور، او مش محتاج انك تاخد وقت الوقت الطويل اللي كنت بتاخده علشان تنشئ اللي انت عايزه، ما عادش موجود. هسيب لك ده في التعليق المثبت. التعليق المثبت هتبدا تاخد الكلام ده بس كوبي كده وتحطه عندك وصف في بوست كده اللي هو لصق او نسخ ولصق او كوبي وبست بيست براحتك زي ما بتسميها او زي ما تقولها بالانجليزي، انا مش محترف قوي بالانجليزي. وهنيجي هنا ونبدا نغير الكلام ده. بص نغير الكلام ده، عايز مثلا الربح من او زيادة في المشاهدات، اهو اهم موقع لزيادة المشاهدات. بص بقى الجمال في الموقع ده ان هو ايه، هيديك برضو موقع www.com وممكن يديك بيانات. بص هيديك العناوين الرئيسية، وكمان اداك عناوين بديلة لو العنوين الرئيسي، وبعد كده اداك اللي انت عايزه، وفي الاخر ممكن يديك موقع. الموقع ده هيساعدك انك توصل، اهو تيوب بادي اهو اهم موقع اهو، يعني ممكن يديك في المسودة التانية VIDIQ. بص ممكن يديك VIDIQ تيوب بادي سوشيال بلاد كيوردز. الله ادخل بقى كمان التالتة للمسودة التالتة. اوه ايه الجمال ده، ايه الحلاوة دي. بص انت مش محتاج اي حاجه، ده اداك عناوين قصيره وعناوين توضيحيه وعناوين مثيره وعناوين بحثيه وعناوين بتزود الاقتراحات وعناوين بتزود البحث. ايه الحلاوه دي، انا مش محتاج اي حاجه اكتر من كده. وخد بالك الموقع ده فيه خاصيه جميله جدا، انك ممكن تبحث بالصوره، يعني تدخل بالصوره كده وتبدا تبحث بيها وتشوف انت عايز ايه وتبحث عنها، وممكن يديك بعض الايه الحاجات اللي انت عايزها. بصراحه عجبني جدا جدا، ولكن انا بشرحه في اختصاصاتي والحاجات المهمه. مش بس كده، انا ممكن اطلب منه 20 فكره لقناه على اليوتيوب بتتكلم عن الربح من اليوتيوب. تعال بقى وابحث بقى، شوف الجمال بقى، شوف الجمال بيصنفها لك ازاي. الافكار، افكار فيديوهات، بيقول لك ايه، لو انت محتوى تعليمي خد ادي 1 2 3 4، لو انت محتوى تحفيزي خد ادي 1، لو انت محتوى تفعيلي خد كذا، لو انت محتوى تخصص خد كذا، لو انت محتوى ابداعي خد كذا. ايه الحلاوه دي، لا ده خد بقى ديك ايه 20 فكره، لو شرح شروط الربح من اليوتيوب، لو نصائح لزياده الارباح، لو ايه ده ايه الحاجه، الافكار دي ما كانتش في بالي، انا ما كانش في بالي الافكار دي جات لي ازاي بقى من الموقع الجميل ده. عايز بقى ايه اقول لك حاجه، اكتب لي عم سيبك من ده كله، هندخله هنا واكتب له ايه، اكتب لي مقدمه لفيديو بيتكلم عن زياده اهو في المشاهدات. ماشي، وبحثنا ماشي، هيبدا يديك مقدمه. المقدمه دي فيها كل اللي انت عايزه تتكلم فيه. السلام لفيديو على اليوتيوب، مثال اكتب لفيديو على اليوتيوب، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم متوحد فكره، هل سئمت من قله المشاهدات؟ هل تبحث عن طرق فعاله زياده المشاهدات؟ لا تبحث كثيرا، في الفيديو ده هديك اسرار مجربه لزياده عدد المشاهدات في فيديوهاتك على اليوتيوب بشكل سريع وفعال، وهقدم لك نصائح عمليه ممكن تطبقها بغض النظر عن اي مجال تتخصصه. وبصراحه هيبدا يديك كل اللي انت عايزه في الوصف، في الكلام، في الموسيقى، في الصور، في كل حاجة. انا عجبني جدا الموقع ده، حبيت اتكلم عنه بكل حاجة، مقدمات، افكار، تلاقي كلمات مفتاحية، تلاقي كل اللي انت عايزه هتلاقيه. انت بقى تبدأ تاخد الموقع ده، حاول اسيبهولك في التعليق المثبت او الوصف، وتبدأ تشتغل عليه وتطور من قناتك، وقتها هتقدر تنقل قناتك المبتدئة الى قناة احترافية بنسبة 100% وانت مغمض عينيك. شكرا للجميع، كان معاكم المرجع الاول لمنشئ المحتوى يوتيوب، اللي حابب يوضح لك ادق التفاصيل حتى لو صغيره بنسبه 100% هيطلع عامل لك فيديو. شكرا.